السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوم الربح من الانترنت، نعم بوم الربح من الانترنت. هذا موقع جد رائع، سوف تستطيع من خلاله عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، سواء كنت مبتدئا او محترفا كيفما كنت، تستطيع الربح من الانترنت. نعم هو موقع لاختصار روبوت، كثير الناس سوف يسمعون او لما يسمعون موقع اختصار روبوت سوف يقفلون الفيديو ويخرجون. لا صديقي، هذا موقع اختصار روبوت غير مواقع اختصار روبوت، لن تتعب في جمع الزيارات، انه موقع بهدايا وبسي بي ام جد عالي لا يضيع احد. نعم لا تستطيع تخيله، هو موقع بمميزات جد رائعة، هو موقع جديد قليل يستعملونه ويحتكرونه على الناس لأنه جديد، أما أنه يهدي مجموعة من الهدايا، كما أن المفاجأة أن الحد الأدنى للسعر هو 0.5 دولار، يعني يمكنك الجمع في أقل من ساعة. كما أن كثير من الناس سوف يتساءلون عن هل الموقع صادق، هل له إثباتات. نعم صديقي، والموقع من جماليته ومصداقيته أنه وضع إثباتات للسحب في داخل الموقع، يمكنك أن تراها من خلال الأشرطة في الأسفل. كما تلاحظ أن واجهة الموقع واجهة جد جميلة بتصميم جد راقي وألوان، هذا يثبت مدى رقي هذا الموقع وجماليته ومصداقيته، حيث يمكنك أيها المبتدئ أيها المحترف أيضا أن تجمع مال يمكن أن يفيدك في مجموعة من المجالات الأخرى لتكسبها وتبدأ مجال الربح من الإنترنت، ولما لا تصبح في اكتفاء ذاتي عن باقي العائلة، عن باقي من يعطيك درهما واثنان وثلاث. سوف أذهب بكم إلى إثبات دفع، هو بيمنت بروف، سوف أريكم أكثر من إثبات دفع لهذا الموقع. انتظر قليلا، إنه موقع جد رائع، أقول لك عزيزي المشاهد، سوف تستطيع من خلاله أن تجمع رأس مال مهم لتبدأ مسيرتك في مجال الربح من الإنترنت. سوف ترون معي إثبات الدفع، وهو موقع جد صادق ويدفع كل يوم، كما أن مدة الدفع لا تتجاوز أقل من ساعة أو ساعتين، الدفع فوري كما تلاحظون. إثبات الدفع الأول، لاحظوا معي هنا اسم الموقع، مدفوعات مستلمة من طرف لينك تو شورت، المبلغ هو 0.81 دولار، التفاصيل تجدونها هنا. لقد هنا صاحب الموقع هو الذي يرسل هذه المبالغ للمتفاعلين، لقد أرسلت مبلغ 0.50 دولار لهذا للأشخاص الذين يعملون في هذا الموقع، وهذا يثبت مدى مصداقية هذا الموقع. كما أن المفاجأة الكبيرة في هذا الموقع هو CPM، نعم CPM، لمن لا يعلم CPM هي القيمة التي يعطيها الموقع لكل دولة، وهنا المفاجأة لكل الناس، حيث يمكنهم جني مبالغ جد ضخمة من خلال هذا الموقع، سوف نطلع عليها الآن. نتوجه إلى معرفة CPM لكل دولة، نتجه إلى بايوت، كما ترون سوف تظهر معنا الآن، حيث لاحظوا معي المفاجأة، 19 دولار، 19 دولار للديسكتوب والموبيل للولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأجنبية لها قيمة عليا ومبالغ. تخيل معي أنك جمعت 2000 زيارة في أسبوع مثلا، سوف تجمع تقريبا 38 دولار، 38 دولار في كل يومين أو يوم، مبلغ جد كبير. 18 دولار لير، 18.50 دولار لكندا، والمفاجأة أن الدول العربية لم تقصى هي أيضا من المبالغ الضخمة، حيث نجد 10 دولار، وهذا موقع، هذا المبلغ لا يضعه أي موقع آخر. الجزائر 10 دولار، المغرب 10 دولار للديسكتوب والموبيل. هنا يمكنك جمع أخي أختي رأس مالك الحقيقي، نعم رأس مالك الحقيقي، لا تغفل هذا الموقع الرائع. والمفاجأة أن صاحب الموقع يعطيك مجموعة من الهدايا، سوف أطلع عليكم من خلالها. ننتظر قليلا إلى حين أطلعكم. طريقة التسجيل هي بديهية جدا، من خلال التوجه إلى الشرائط أسفل ماي أكونت، إذا تذهب إلى روجيستر تدخل معلوماتك، لا يحتاج إلى تفعيل. كما طلع حين التسجيل في الموقع سوف تجد واجهة الموقع كالآتي، هكذا لإدخال رابطك من هنا،
المفاجأة سوف أريها لكم الآن. لاحظوا ماذا قال صاحب الموقع وماذا يقدم هدية صاحب الموقع. قال عمل فيديو من قناتك مهما كان عدد المشتركين، لا يهم عدد المشتركين حتى إذا كان 3 مشتركين، إذا حصلت على 100 مشاهدة في الفيديو ستربح $5، وهذه مبلغ جد مهم، يمكنك الحصول على أكثر من 100. إذا حصلت 10 على 500 مشاهدة يمكنك الحصول على $10. إذا حصلت على 1000 مشاهدة $20، هذا شيء جد رائع. $20، تخيلوا معي أنك جمعت تقريبا 5000 مشاهدة، 5 في 20 تقريبا، مبلغ مهم. وإذا عملت فيديو يمكنك بعد رابط هذا الفيديو إلى صاحب الموقع والإيميل الخاص بك الآتي، ها هو إرسال رابط الفيديو. وهذا موقع صادق جد جد، كما تلاحظين الحد الأدنى للدفع $0.50، وهذا جد جد رائع. هذه مجموعة من التوجيهات، إن الموقع هذا هو فرصتك عزيزي المبتدئ، عزيزتي المبتدئة، حتى إذا كنت محترف مهما كنت، أن تربح مبلغا مهما يفيدك في بدء مسيرتك للربح من الإنترنت. لا تتغاضى، لا تشعر بالكسل وتقول إني لا أستطيع، أو تتعب في حدود يوم أو يومين. الناس الذين يريدون بناء حياتهم بسهولة، هذا لا يمكن، يمكنك من خلال هذا الموقع، نعم أقول بسهولة، أن تجمع رأس مال مهم يمكن أن يفيدك في حياتك. كان كل هذا في هذا الفيديو، أشكركم على متابعتكم لنا، ولا تنسونا من لايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم أخوكم إبراهيم من قناة محترف بامتياز، والسلام عليكم ورحمة الله.